انعقد يوم الخميس 12 محرم 1441 هجرية الموافق ل 12 يوتمبر 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية وأيضا تقديم عرض حول حصيلة منجزات اتفاقية حقوق الطفل بمناسبة الذكرى 30 لهذه الاتفاقية بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا. في بداية الاجتماع سهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة والسلام على رسوله الكريم ليتوقف عند التغيرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية والظواهر المقلقة المرتبطة بها وفي مقدمتها الفيضانات التي تعرفها عدد من دول العالم ومن بينها بلادنا التي شهدنا بعضها في الآونة الأخيرة حيث نشهد تزايد لافت في آثار التغيرات المناخية على مستوى بلدنا. وبعد أن جدد بالمناسبة الترحم على شهداء ضحايا هذه الفيضانات راجيا العلي القدير الصبر والسلوان لذويهم وتمني الشفاء العاجل للمصابين، أكد السيد رئيس الحكومة على أنه بحسب الدراسات فهذه التغيرات المناخية مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة وأن ذلك يحتم على بلادنا تعزيز منظومة التعاطي مع الوقائع الكارثية والمخاطر المرتبطة بذلك. ولهذا اتخذت قبل سنوات سلسلة من الخطوات والتي سيقع تعزيزها في الفترة المقبلة، حيث أشار أولا إلى إرساء نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع الكارثية. عندما نتحدث عن الوقائع الكارثية هناك الفيضانات، زلازل، تسونامي، كل وقائع الكارثية كما تم تحديدها ووضع إطار لها في القانون المنظم، حيث أنه منذ حوالي 5 سنوات سنة 2014 صادقت آنذاك الحكومة على مشروع قانون خاص بإحداث هذا النظام، وهو القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية في غشت 2016 وتم إصدار عدد من المراسيم المرتبطة به وضمنها المرسوم الذي تمت المصادقة عليه اليوم في مجلس الحكومة. هذا الإجراء الثاني، أي إرساء صندوق للتضامن من أجل تعويض ضحايا الوقائع الكارثية. أما الخطوة الثالثة فتتعلق بما بحسب تأكيد سير رئيس الحكومة في كلمته على التعبئة، رفع درجة التعبئة واليقظة في كل مكان سواء على مستوى السلطات الإقليمية والجماعات الترابية أو الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المسلحة الملكية، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، فضلاً عن القطاعات الحكومية الأخرى وعلى رأسها التجهيز والصحة، مؤكداً على أن تعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله واضحة في هذا المجال، تعبئة قوية. وآخر فاجعة حصلت على مستوى جهة درعا تفيلات، كانت تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله تقضي بأن يقوم كل من سيد وزير الداخلية وسيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بزيارة ميدانية، وأخبر السيد رئيس الحكومة على أن هذه الزيارة ستتلوها زيارات أخرى بالشكل الذي يضمن وضع خريطة وطنية لمختلف مجاري أو الوديان التي تمر عبرها السيول من أجل أن نتمكن أولا من التدخل في الحين بطريقة استباقية تحول دون حصول آثار وخيمة. وأيضا أن هذه الزيارات الميدانية ستكون مناسبة للتباحث مع جميع المتدخلين حول كيفية تفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
وهنا أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذا العمل المرتبط بالتعبئة، اليقظة، التنسيق بين كافة المتدخلين، ثم الزيارات الميدانية ووضع آليات للحيلولة دون حصول هذا يعني الآثار الوقائع الكارثية المرتبطة بسلامة الأشخاص والأمن ديالهم وأيضا الممتلكات وأيضا ممتلكاتهم. إضافة لذلك هناك نقطة خامسة تتعلق بالتعاطي مع نشرات مديرية الأرصاد الجوية والتي أحيانا تصدر 4 إلى 5 مرات، حيث أكد السيد رئيس الحكومة على التعاطي بجدية مع هذه النشرات وعدم الاستهانة أو الاستخفاف بها والعمل بمقتضياتها، كما دعا بالمناسبة السائقين إلى عدم المخاطرة أو المغامرة لأن هذه الوقائع لا مجال فيها لإظهار الشجاعة أو التفوق أو التميز، فكل سائق مسؤول عن المحافظة على أرواح المواطنين الركاب والحفاظ على مصالحهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في اتصال مستمر مع وزيري الداخلية والتجهيز بشأن هذه الحوادث وكيفية التعامل معها. وفي هذا الصدد أبرز السيد رئيس الحكومة على أن هذه المجهودات أو الخطوات ستتوج بوضع مخطط للوقاية، حيث كما أشرت قبل قليل يجري الآن على مستوى عدد من القطاعات الحكومية القيام بدراسات لحصر لائحة البنايات الموجودة بقرب مجاري بعض الوديان والتي لم تمر منها المياه منذ سنوات أو عقود ولكن فيها مخاطر، من أجل نقل تلك البنيات إلى أماكن أخرى لتفادي آثار تلك الوقائع الكارثية. إذا نحن هنا إزاء برنامج يتضمن سلسلة من الإجراءات مرتبط بتنزيل مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في 2016، إحداث صندوق للتضامن لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، على مستوى وزارة الداخلية سيقع إحداث مديرية خاصة بذلك لتدبير المخاطر وتقييمها ووضع آليات للرصد المبكر لتداعياتها، لأن فاش يجي واحد السيل الأرصاد الجوية كدير العملية ديال التقييم ولكن آنذاك من أجل الحيلولة دون التداعيات والأثار ديال الوخيمة على الأشخاص أو الممتلكات ينبغي توفر على منظومة فعالة لذلك. الحمد لله نتوفر على نظام الأرصاد الجوية فعال، والآن سيقع أيضا إحداث مركز وطني فضلا عن المديرية المخصصة التي ستختص في ذلك على مستوى وزارة الداخلية، أيضا رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين كافة المتدخلين، القيام بزيارات ميدانية للتباحث حول كيفية تفادي وقوع هذه الكوارث، ثم أيضا مخطط لنقل البنايات الموجودة في مجاري الوديان. هنالك حاليا عدد من المنشآت الفنية بالإضافة لهذه البنيات، عندما تحدث عن بنيات أتحدث هنا عن إما حجر دراسية أو أتحدث عن مرافق أنشئت وعقود مرت ولم يقع أي مشكل، لكن اليوم في ظل التغيرات المناخية علينا أن نستعد، وهذه التعبئة التي تتم بتوجيهات ملكية سامية لمختلف القطاعات ستتضاعف في الفترة المقبلة، وهنا نحن إزاء برنامج وطني متكامل في هذا الصدد. بعد ذلك تدارس سمع المجلس العربي الهام للسيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى 30 لاتفاقية حقوق الطفل، وهو التقرير الذي سيقدم للمرصد الوطني
حقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم. يمثل هذا التقرير، إعداد هذا التقرير، تقليد سنة تقليد عشري، حيث قدم تقرير في الذكرى العشرين في 2009 اتفاقية الطفل التي تم إقرارها في سنة 1989، وصادقت عليها بلادنا في 1993، حيث كانت بلادنا من البلدان الأولى عالميا التي بادرت إلى التوقيع عليها، ووقع عليها شخصيا جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله شخصيا بمدينة نيويورك في سنة 1989.